متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. شوطنا الثاني عشر بمجموع أمسيات هذه الليلة أعلنت انطلاقته، والذي خصص للجعدان تقدم مباشرة مع الصدارة والمركز الأول، وتابع صدارة هذا الشوط من يتقدم كل الأسماء والشعارات: الهواوي راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري من يقدم الهواوي على المركز الأول، سراب على المركز الثاني، عبد الله بالبحري بن نوبي العامري القادم على المركز الثاني، والمركز الثالث التيار لمحمد بن سالم بن محمد الراشدي القادم في هذه اللحظات، المركز الرابع وتابع مخوف لسليم بسعيد الراعي العفاري، المركز الخامس يتواجد على خامس المراكز ودنان القادم، ودنان لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، والمركز السادس يتواجد على سادس المراكز الطاغي المركز السابع يتواجد في هذه اللحظات شعار حماد بن راشد بن سالم المسافري، ينطلق في هذه اللحظات مع الطاغي، تابع الاسم القادم على المركز السابع ملبي لسليم بن علي بن عامر العويشي القادم، وثابن المراكز يتواجد السياسي لسعيد بن عتيج بن العرطي الحميري، والمركز التاسع أو العاشر 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 هذا اللي وصلنا في هذه اللحظات. شكران لراشد بن علي بن راشد المري، هكذا هي النتيجة. 2 كيلومتر منتصف مساري هذا الشوط، وتابع الأسماء القادمة والشعارات القادمة، ولنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المقدمة. تابع التغيير الذي طرى وجرى من قبل المتقدم في هذه اللحظات، هذا مبهر 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 مبارك بن حمد بن علي ليديلي، يتقدم احد ضيوفنا الكرام القادمين من السلطنة. اهلا وسهلا بالجميع في دار المكتوم الكرام اشقر القادم سهيل بن مبارك بن محمد بن عنود العامري من الجانب الاخر، يتسلل على المركز الثاني إلى المركز الأول، المركز الثالث الهواوي لراشد بن عبيد بن سالمين المنصوري، وشعار المهندس قادم في هذه اللحظات يتقدم. المركز الرابع شاهين حمد بن بطي الغفلي القادم في هذه اللحظات، شوف الأسماء. المركز الخامس أو الرابع يتسلل ويتقدم شاهين لعبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني القادم في هذه اللحظات، يتقدم مع الكيلومتر الأخير، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، إلى شاهين. شاهين حمد بن بطي الغفلي على المركز الأول، شعار المهندس على المركز الأول، المركز الثاني القادم أشقر لسهيل بن مبارك بن عنود العامري ليديلي القادم على المركز الثالث، المركز الرابع شاهين لعبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني القادم في هذه اللحظات. المركز الخامس متعب القادم لحمد بن حامد بن فاضل المزروعي، وشعار بن حلوة قادم مع براق محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، من القادم كحيلان لراشد بن علي بن ناجم الغيلاني، وصل بن ناجم في هذه اللحظات، لكن عود إلى الصدارة، اقتربت المقصورة الرئيسية، اقترب خط النهاية، ناموس هذا الشوط، ناموس
هذا الشوط مع مطعم محمد بن حامد بن فاضل المزروعي لديني قادم على المركز الثاني، لكن المزروعي متعب 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 وعلامة الجودة موجودة ما شاء الله. تهانينا والناموس لحمد بن حامد بن فاضل بن أحمد المزروعي على فوز متعب بالمركز الأول. المركز الثاني كحيلان لراشد بن علي بن ناجم الغيلاني، المركز الثالث وصل مبهر لمبارك بن حمد يدير. المركز الرابع لابق لراشد بن ناعب الشالق. في المركز الخامس، المركز الخامس وصل شاهين لمبارك بن علي بن سلطان المهيري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم متابعينا أمام الشاشات. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول متعب بشعار حمد بن حامد بن فاضل بن أحمد المزروعي. 5:53 9 أجزاء من الثانية هو التوقيت. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، ويضيف هذا الانجاز الى انجازاته السابقه. المركز الثاني 5:54 9 أجزاء من الثانية اللي وصلناك حيلان لراشد بن علي بن ناجم الغيلاني. المركز الثالث، المركز الثالث شعار، المركز الثالث شعار ليديلي اللي وصلنا 5:55.6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك المركز الثالث وشعار ليديلي مبارك بن حمد ليديلي راعي مبهر. تهانينا وناموس للجميع.